أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ على هامش برنامج عمله للعديد من مشاريع إنجاز مقرات المقاطعات الإدارية لولاية العاصمة بأن الجولة القادمة ستكون مخصصة للهياكل التربوية، مشيرا بأن هناك عدة مجمعات مدرسية في طور الإنجاز وسيواصلون الإسراع في وتيرة إنجازها قبل الدخول المدرسي القادم. الجولة القادمة ربما ستخصص إلى الهياكل التربوية إن شاء الله، نزيد نحضر كذلك دخول المدرسي، لأن عندنا عدة مؤسسات تربوية، ثانويات متوسطات وكذا، مجمعات مدرسية في الإنجاز، ضروري كذلك نقف على وتيرة الإنجاز كل هذه المشاريع إن شاء الله.